هادي سي ليكسبوزيسيون ديال كازابلانكا فيناو سميتي عدنان زمامه اي هاد المعرض دار باش نشجع اي بو روندر اوماج على لو باتريمون ديال كازابلانكا من 2020 كان طلع فوق سطوحات باش نقلب على لي زانسيان زيمابل اللي عنده 100 عام 50 عام 70 عام باش نوريهم للناس وباش الناس يعرفوا القيمة ديال هاد المدينة والقيمة ديال هاد لي زيمابل اللي كاينين. انا ولد كازا من كازا ومشيت دابا 10 سنين ساكن في مراكش وحسيت بالحب ديالي ديال كازا كيمشي كيهرب كان خصني شي حاجه باش نعاود اكسبتي راسي في كازا ونعاود نبغيها عاوتاني و لا سوليوشن سيتي دو لو روندر اوماج. علاش سطوحات بريسيزيمون؟ جات باغ هازار كان عندي لوبورتونيتي باش نطلع في واحد السطوحه ومني طلعت كتحس بداك شي ديفيرون الصوت ديال الكلاكسون ديال الطوموبيلات لا سيركولاسيون كتسمع داك شي ناقص كتسمع كتشوف واحد كازا كتشوف فريمون لاركتيكتور ديالها زوينه ومني كتكون ابيي ما كتشوفش كازا بحال هكا وبغيت نوري الناس كازا différemment كازا بشكل اخر. وهاد لا سيري كازابلانكا فيو دون باقي ما مكملاتش باقي بغيت ناخذ لي زيموبل قدام و لو روندر اوماج حيت حنا كاينين واحد حتى 4000 ديال لي زيموبل قدام في كازا. هاد المعرض هذا حنا صراحه اكتشفنا الخدمه اللي كيدير واحد الفنان واعد اللي هو اسمه عدنان زمامه فاش اكتشفنا الصور ديالو جانا واحد زعما عجبونا بزاف صراحه الصور زعما معتبرين صراحه وما كيبينوا التراث المعماري لمدينه الدار البيضاء. الهدف لمؤسسة بي ام سي هو ان تعاون هذا الشاب. حنا متواجدين اليوم في هذا المعرض ديال الصور ديال واحد الشاب سميتو عدنان زمامه اللي كيعطينا واحد النظره رائعه على مدينه الدار البيضاء حيث كيعطينا نظره شامله على المعمار ديالها بواحد الطريقه اللي كترتفع فوق السطوح وكي هذا المعرض هذا كيدوز في خضم ايام التراث ديال الدار البيضاء اللي غادي يبداو يوم 13 ماي و14 ماي و15 ماي من اجل الاحتفال بالتراث ديال مدينتنا. عجبني بزاف هذا المعرض لان الشكل ديال الصور بالابيض والاسود كتعطي واحد الجماليه لمدينه الدار البيضاء وثانيا الطريقه باش مخوضين الصور فوق السطوح يعني واحد نقطه مرتفعه اللي كتبين لينا الجماليه ديال المعمار ديال مدينتنا. معرض هائل لانه عاود قربنا من مدينه الدار البيضاء اللي هي مدينتنا كنا كمغاربه ومدينه معروفه على الصعيد العالمي ولكن اليوم شفناها بواحد طريقه اخرى طريقه فكرتنا بذكريات عاشها المغرب حقيقه فتره ما عشناهاش حنا بالضبط ابتداء من 1910 بدا هذا الشيء ولكن قربتنا اكثر لهذيك الفتره والتاريخ ديالنا كمغاربه يعني هي ماشي فقط اكسبوزيسيون فنيه وكذلك ثقافيه تاريخيه وكنقول للناس كاملين خاصهم من حقهم يشوفوا هذا التراث البيضاوي بهذه الطريقه الجميله اللي دار عدنان زمامه تبارك الله عليه مع ليكيب ديالو. والحقيقه انا دابا تشوقت باش نرجع لهذوك الاماكن باش نشوف فيهم بطريقه اخرى وندير لهم قراءه اخرى لان ليكسبوزيسيون ليس فقط صوره ولكن قصه صوره تاريخ صوره اللي كتكون محطوطه حدا كل صوره وهذا شكل شيء جميل جدا. كازابلانكا فيو دون او كاينين بزاف الحوايج ممكن يتشافوا من الفوق وهذه تقدر تكون فكره لمدن اخرى ماشي غير كازا ماشي غير الدار البيضاء وتنظن بلي عدنان عنده رؤيه اجمل واروع لهذا المشروع لانه هو اللي اسسه هو اول مؤسس ليه وان شاء الله غادي يكونوا معارض اخرى اللي كيستحقوا الحقيقه الزياره.